حياتي مارودانا. اليوم ضمن مشوارنا الصباحي صح صح بدنا نبعث هيك رسائل تحذير للرجال. عادة دائما بنبعث رسائل تحذير للمرأة من الرجل، ولكن اليوم الموضوع بالعكس. اليوم بدنا نحكي شوي عن المرأة، وبدنا نحكي شوي عن مش أي مرأة، في نساء معينين عندهم صفة مش موجودة عند الجميع، هي صفة الانتقام. أو يمكن الانتقام حاضر وموجود عند كل شخص منا لما يشعر بالزعل، لما ينجرح، لما يتألم، ولكن مش الكل بيتصرف وبيقرر إنه يأذي. ولكن في نسبة كبيرة من النساء بموقف معين هلا رح نحكي عنه هي فعلا تتحول إلى كائن مؤذي. هلا شوفوا، بدنا نحذركم من نوع معين من النساء. طبعا هاي رسالة موجهة إلى الرجل اللي بيخون. نوع معين من النساء هاي دير بالك منها، هاي ممكن فعليا تخرب بيتك. طبعا 18% من الستات عندهم نزعة إجرامية تجاه الرجل الذي يخون، يعني ممكن بالمعنى الحرفي للكلمة إنها تقتله انتقاما لنفسها ولكرامتها. احنا مش عم نحكي بشكل مجازي. هلأ ردات الفعل مختلفة من قبل النساء. في ست إذا بتعرف إنه جوزها بيخونها بتصرخ وبتسبسب ويعني شتائم وضرب وكذا، هاي ما تخاف منها، هاي عبرت نفست لأنها عرفتي، هاي ما تخاف منها نفست. الست الثانية هي الست التي تصمت ولكن مع دموع، كمان ما تخاف منها، هاي اللي بتدمع عادي بكيت فنفست خلص. خاف من مين؟ من الساكت، لا بتبكي ولا بتسب ولا بتضرب، بس بتجحرك. هاي بتخطط بتكون، هاي بتخطط بتكون، هاي دير بالك منها. يعني مقولة لا تخاف إلا من الساكت تنطبق جدا على خيانة الرجل للمرأة وكيفية رد، يعني شو رد الفعل اللي رح ترده عليك زوجتك. صح. ما تخاف إلا من الساكتة. بدنا نوجه تحية لكل الأشخاص اللي عم بيتابعونا سواء من الأردن أو من الدول المجاورة وأيضا من الولايات المتحدة الأمريكية. في دانا خلدون عم بتقول إنه هي سهرانة عشان تشوفنا وتتابع صح صح، تحياتنا لإلك. أيضا صباحكم ورد من بغداد السلام، تحياتنا لكل أهالي العراق وأهالي سوريا. هذيك المرة في صبية حكتني من سوريا عم تسمعنا وبتتابعنا وبتشوف شاشة عمان تي في، فإحنا مبسوطين بتفاعلكم معنا. أيضا كارول زيادة تحياتنا لإلك. دينا المعايطة صباحكم فل وورد، وزي ما قلنا اليوم عم نقدم رسائل تحذيرية للرجل من المرأة المنتقمة وبالأخص اللي بتنتقم لخيانة هذا الزوج. هلأ في سيناريو بسيط جدا، تخيل إنه أنت خنت زوجتك، من وجهة نظرك أنت لقيت الموضوع، شفت صبية تانية، شفت سيدة تانية، حبيت أصلا إنك تتجوز بالحلال مرة تانية وامرأة تانية. شوف الفكرة من وجهة نظر هاي السيدة. بعض السيدات هي بتكون شايفة حياتها مثالية مع زوجها، وبتكون شايفة انه هي مش مقصرة معه بخطوة واحدة، وشايفة انه هي بالفعل فاني حياتها ومضحية حياتها لها الأسرة ولسعادة هذا الزوج وسعادة أسرتها. لما تسمع عن الخيانة الحزن بيكون بحجم العطاء، والانتقام بيكون بحجم العطاء. هلأ في ستات بتقولك بينها وبين حالها، هذيك المرة أكثر من نادين نسيب بن جيم قالت إنه أنا إذا كنت مقصرة ممكن أسامح خيانته لإلي، ولكن في نساء إذا هي مقتنعة بأنها مش مقصرة أبداً بهاي العلاقة لما تخونها تنهار. بتنهار، وزي ما قلت لكم على قد ما كانت حنونة وبتعطي وبتقدم من قلبها هذا كله ممكن يتحول لانتقام. هلأ شوفوا، إحنا مؤمنين جميعاً بأن الحب مثل الزئبق، إحنا ما بنقدر لا نمسكه ولا بنقدر نلمسه، والحب غير منصف وهي أيضا حقيقة متفق عليها. يعني دائما دائما بأي علاقة في طرف يحب الآخر أكثر، بأي علاقة في طرف بحب الثاني أكثر. هلأ هذا الطرف اللي بحب أكثر هو بيكون الطرف الأضعف، لما يصير في انتقام يصبح الطرف الأقوى، لأنه أنا كل ما كانت مشاعري كبيرة ومتدفقة تجاه فلان وعرفت أنه خانني مع فلانة، فأنا بدي أكون شو يعني أشل أمله طبعا بالعقل يعني بالعقل يعني بس إنه عرفتوا. إحنا سمعنا عن ست أردنية هذا الحكي على ما أعتقد بال 2015. هاي الست جوزها تجوز عليها، صارت يعني أحدوثة القصة اللي عملتها فيه، انتشرت على جميع مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية. مسكت سيارته، وحتى شفنا فيديو، ما بعرف إذا هذا الفيديو موجود طبعا عنا إذا بيمثل فعلا الحادثة اللي هلا رح أحكيها. أهدته مخالفات بقيمة 30,000 دينار أردني. شو عملت؟ وقفت على إشارة حمراء يا جماعة، تمشي تقطع الإشارة وترجع،
تمشي تقطع الإشارة وترجع. 30,000 دينار مخالفات. قالت له مش بدك تتجوز؟ هاي الهدية. تفضل. هاي الفيديو جاهز موجود؟ معنا على الهواء. تابعوها. هي السيارة الأولى عند التراك يعني. هايهم. شوفوا شو عم بتسوي. ضوت الكاميرا. تمشي بس عبارة عن يعني مترين وبترجع. كيدة هن عظيم. ها. هي والله لو هاي السيدة في منها أكتر كان حلينا العجز والمديونية. كان كيفوا الحكومة. قولي مع النقاط هلا أمورنا رح تكون بإذن الله بال. بس شوفي لو وين ممكن يوصل. طبعا. الكيد بالفعل. طبعا. يعني مستحيل أنا تخطر لي. طبعا. هلأ صارت تخطر لي بعد ما شفت الفيديو أكيد. عكمي لبيشو 50,000 50,000. مشكلة ما بخليني أسوق سيارته فمش عارف كيف بلاقي لي فكرة تانية. حتى بلاي ما بعطيها. طيب يلا شاركونا على فكرة، بنحب نسمع أصواتكم. انتقام المرأة من الرجل الخائن، شو عمركم سمعتوا عن قصة غريبة؟ يلا حكونا. والله أم محمد الموضوع استفزها فحابت تشاركنا على الهواء مباشرة. أم محمد صباح الخير. صباح الورد والفل والياسمين. أهلا 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 وسهلا فيكي حبيبة قلبي. يسعد صباحك أنت ورهوفة. الله يخليك. أهلا يا أم محمد حبيبتي. حبيت أشارككم بموضوع خيانة الرجل للمرأة. نعم. بعض الأحيان المرأة يا عزيزتي يعني بتسامح غصبا عنا، مو بكيفة، غصبا عنا، أنه في الأولاد بعض الأحيان بربطوها أنه غصبا عنا تسامحوا. طب وهاي المسامحة بتكون حقيقية ولا دائما بضل في غصة؟ لا ولا دائما في غصة يا عزيزتي. إحنا ما بدنا ندخل بتفاصيل اللي تعرضتي له، لأنه واضح من نبرة صوتك بأنه أنت امرأة مجروحة. الحمد لله رب العالمين. بس بعض الأحيان الواحد يعني بيضطر غصبا عنه مثل ما بقوله بيكسر بصلة على مناخيره. أم محمد أنت امرأة مجروحة ولكن أنت مش امرأة منقوصة أو منقوصة. طبعاً. هو الناقص، مع احترامي إله أنا ما عم بحكي عن حالتك أنت بالتحديد، أنا عم بحكي عن الخيانة بشكلها العام والمطلق. هو الناقص، العيب فيه مش فيكي. بعدين أنت أم عظيمة. أنا دائما بقول لو سئلت هذا السؤال، لو زوجك خانك شو بتعملي؟ دائما الجواب يختلف إذا هناك أبناء، يعني إذا هاي العلاقة فيها أولاد القرار ممكن كتير يتغير. فأنا بقول إنه اللي أنت عملتيه بالعكس مش غلط. أنت حفظتي على بيتك وأسرتك وأبنائك، ما رح ينسوا هذا المعروف الكبير اللي أنت ضحيتي بمشاعرك كلها وبأنوثتك لأجلهم. فيمكن نادية ما بتتفق معي. لا أنا مش إنه ما بتفق، أنا هذا الموضوع شوفي عندما يتعلق الموضوع بالمشاعر كتير الموضوع نسبي. وما فيه أنا مع أو ضد، لأنه كل حالة بحالتها. ولكن إحنا بنشكرك أم محمد ونشكر اتصالك حبيبة قلبي. أهلا وسهلا فيك. حبيت أسمع صوتكم وأشارككم بالموضوع. الله يخليك. شكرا. اسمعي هاي القصة رح أحكيها أم محمد. أنا قلت لك بأنه العيب فيه مش فيكي، وهي للأسف فلسفة يمكن كتار منا بعيشوا فيها هاي الفلسفة المغلوطة، أنه أنا بصير أعلق أغلاطي على شماعة الآخرين. رجل راح عند دكتور قال له زوجتي مصابة بالطرش ما بتسمعني. شو الحل؟ قال له فوت على البيت خلي بينك وبينها مثلا 40 ياردة، ياردة بيسموها وحدة القياس. وعند كل بعد ما تقطع كل 5 اسألها سؤال شوف من أي منطقة هي بتسمعك أحسن. قال له ماشي. دخل على بيته، الست كانت بالمطبخ هو واقف عند الباب. شو طبختي يا فلانة؟ 5. شو طبختي يا فلانة؟ وهكذا حتى وصل لوراها بالضبط. قال شو طبختي يا فلانة؟ قالت له إلي 6 مرات بقول لك إني طبخت ملوخية. هو يعني؟ اللي ما بسمع. فالعيب مرات بيكون فينا وإحنا مش شايفينه ومش عارفينه. مش شايفينه. أهلا وسهلا فيك. في نهى عبر فيسبوك عم تسأل تعليقا على ما سمعته من أم محمد. الرجل عندما يفكر بالزواج أو خيانة أم أطفاله من سيدة أخرى، كيف ممكن أنه يقدر يحافظ على الصحة النفسية للأطفال؟ يعني هي ما عم تسأل، هي عم تسأل سؤال تهكمي، أنه كيف بعد هيك نوع من الشرخ اللي ممكن يصير بالعلاقة الزوجية كيف تقدر تحافظ على صحة أطفالك النفسية؟ أنا بقول الموضوع صعب، وحتى إذا ما كان ظاهر على الأبناء بشكل واضح بيظهر بكرة لما هالبنت اللي أبوها خان أمها تتجوز. بيظهر بكرة لما هاي البنت لأول مرة تدخل بعلاقة عاطفية. وأنا كتير شايفة
في أمثلة على بنات بكرهوا الرجال بدون سبب طبعًا. مش بسبب أي حادثة شخصية صارت معها منها. ولكن بسبب والدها، مع أنه هذا الإشي ما بيكون علن، يعني هي ما بتروح تقول للناس أنا أبوي خان أمي، ولكن هي بتطلع بنظرية بأنه كل الرجال خونة وأنا ما بدي أتجوز ولا بدي أرتبط. وشفنا طبعًا أمثلة طبعًا. حية واقعية. قبل ما نأخذ الاتصال، بس بما أنه رهف والست المستمعة أو المشاهدة ذكرت هذا الموضوع، أسوأ أنواع الانتقام لما بدك تنتقمي من جوزك لأنه خانك، مع أنه أنا ضد الانتقام، أنا بقول انسحبي، الانسحاب هو أفضل الحلول، وعيشي حياتك وأنت ست لا تعوضي مين ما كنت تكوني. هاي رسالة إلى كل ست على وجه الأرض، لأنه عطائك كبير وأنت مميزة. عمرك ما تستعملي أولادك كأداة للانتقام بحياتك، لأنه هيك أنت عم بتدمريهم، بتدمري حالك وبتدمري زوجك. هذا واحد. اثنين اللي كنت بدي أحكي فيها رهوفة إشي، خلص هلأ بتذكره بقولكم. ناخد اتصال. ألو صباح الخير. صباح الفل. أهلا أهلا، مين معنا؟ ندوش حبيبة قلبي. ورهف أهلا يا منال، شو أخبارك؟ والله الحمد لله، الله يسعدك، مشتاقين الحمد لله. العمر إلك ندوش. الله يخليك يا ست منال، شكرا إلك، خلي لك أحبابك يا رب. الله يخليكي. أنا الحمد لله ما عندي تجربة شخصية، مع جوز الحمد لله كويسين، وبعدين الخلايلة ما بيخونوا. الخلايلة ما بيخونوا معروفين. من باب الحرص. من باب الحرص بقولك وحدة ومش قادرين. ما أنا خايف جوز يكون عم بسمعني هلأ. لا يا ستي الله يخليلك. والله أهل الخليل، إحنا بنعرف إيهاب دويك بدللوا دغري. والله بدللوا. والله جوز ما في منه الحمد لله، بس تجارب شخصية يعني ما عندي الحمد لله، بس مع صحباتي أكيد يعني. في منهم انسحبوا زي ما بتحكوا يعني، وفي منهم انتقموا، بس يعني كأنه الانتقام من حالهم، لأنه ما سألوا بصراحة، بل مكمل حياته، فهي خربت على حياتها. حلوة الجملة، انها تنتقم من نفسها. انتقمت منه، طلع الانتقام عليها وعلى حالها للأسف. بالزبط. منال، أنا اللي كنت بدي أحكيها هلأ تذكرته بما أنه أنت ذكرتي هذا الموضوع. شوفي بدي أحكي لك شغلة، حتى إذا قررتي أن تنفصلي عن زوجك الخائن، هذا من حقك، يعني هذا أكيد. قرار شخصي أنت مسؤولة عنه. حتى الطلاق قد يكون طلاقا ناجحا. مزبوط. الطلاق أكيد. عمره ما بيكون جميل. أنا بحس الانفصال لا يرتبط بأي نوع من أنواع الجمالية، بس ممكن حتى الطلاق يكون طلاق ناجح. احفظي حالك، كرامتك، صورتك الاجتماعية، احفظي صورة أولادك الاجتماعية خاصة إذا عندك بنات. صح. وكملي حياتك، والله برزقك، وما في حدا بيموت ورا حدا. الله يخلي لك جوزك يا منال، تحياتنا لك ولكل أهل الزرقاء، أهلا وسهلا فيك. والخلايلة تحديدا، تحياتنا لهم. حالك علي كبر لا تشبع. عندي بس هيك رسالة أخيرة قبل ما ناخذ الفاصل. يلا. في شغلة كمان لازم الست تفهمها، في فرق بالخيانة، يعني الخيانة مش نوع واحد. بمعنى في رجال زي ما قالت السيدة، لما هو يخون زوجته وزوجته تواجهه بهاي الخيانة، هو يعتبر انه هذا حق من حقوقه، وانه هو زلمة، وانه انت ما بيطلع لك اساسا تحكي. وفي الزلمة اللي بالفعل بيكون مرق بنزوة، وانا هون ما عم بطلب منك تسامحيه، بس انا عم بقول لك الفرق بين هاي وهاي. اللي بمرق بنزوة وبكون عارف حاله مخطئ ويطلب منك السماح والمغفرة، هذا حالته مختلفة تماما عن الزلمة المقتنع انه الخيانة حق من حقوقه، وانه امرأة واحدة لا تكفي. هاي بس يعني وجب التوضيح عشان ضميري يكون مرتاح. طب انا كيف بدي اعرف انها نزوة؟ ببين. كيف؟ كيف بدك تعرف انها نزوة؟ اذا بتصير اول مرة، مش طبعا بعد سنة زواج. يعني مثلا واحد متجوزتيه 20 سنة ولقطتي عليه هاي اللقطة مرة، ويمكن انت، ما بدي اقول الخيانة غير مبررة وما لها علاقة بتقصير الزوجة، بس يمكن كان معبر لك عن ملله ببعض الاوقات، كان معبر لك عن يأسه ببعض الاوقات، وانت اخذتي الموضوع وكأنه طريقة. امر عادي. عرفتي كيف؟ يعني فيها، يعني انا هذا عم بقوله زي ما قلتي بالاول نادية، المشاعر بهاي الامور مش ابيض واسود. لا لا مش ابيض واسود. وكل حالة يعني مختلفة عن الاخرى. وبعدين بعرف انه عنا فاصل، بس شوفوا احنا بالعادة لما فلانة تكون بدها تطلق من فلان او فلان بده يتطلق من فلانة، بنقولها بضربك، بخونك، بسب عليكي، بهزئك قدام الولاد، كذا 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 كذا. فبتقول لا، فبقولوا لها طب ليه بدك تطلقي؟ بتقول لهم لاني مش سعيدة. هذا سبب كافي على فكرة. صح. أن تكوني غير سعيدة، لو كان أحسن رجل بالدنيا، ما تفهمونا غلط، احنا لا نشجع الطلاق، هو أبغض الحلال، وإحنا ضد الانفصال، وخاصة بوجود أبناء. وممكن تلاقي شريك حياة رائع فيه نواقص، ولكن كلنا نواقص، ما في إنسان كامل. بس مرات إذا كنت غير سعيدة لسنوات طويلة، هذا سبب كافي. أنا غير سعيدة، فأنا خلص ما بدي أعيش بهاي المنظومة anymore.
والواحد عايش حياة واحدة يعني، وما حدا رح يعيشها بدالك، فأنا أبسط حق من حقوقك إنك تعيش سعيد، بس تكون مبسوط. والله مش ضروري تكون غني، مش ضروري تكون ناجح، بس مش ضروري تكون أهم واحد بالعالم، بس ضروري إنك تكون سعيد. ضروري إنك تكون سعيد. احنا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي صحصح، عم نحكي عن الانتقام من الخيانة. المرأة قد تنتقم من خيانة زوجها، مرات بأبشع الأساليب ومرات بأمكر الأساليب. احنا ضد الانتقام قلبا وقالبا، لأنه اللي بتفكر أنه هي عم تنتقم لحالها إذا جرحت عاطفيا، فهي بالعكس عم تثبت له أنه I still care. فأنت كل ما طنشتي وكل ما تجاهلتي، وعلى الباغي تدور الدوائر. دائما آمني بهذه المقولة بتعيشي حياة أكثر صحة. بقول لكم حسب الدراسات 75% من النساء اللي بتفكر بالانتقام أو إنها تنتقم من زوجها الخائن تشعر بتأنيب الضمير مباشرة بعد حالة الانتقام اللي بتقوم فيها. إذا أنت تعرضتي للخيانة وكان الخيار الوحيد أمامك هو أنك تسامحي وتنسي، زي ما قالت السيدة أم محمد اللي تواصلت معنا بأول البرنامج، قالت أنا غصب عني سامحته عشان أولادنا، ما سامحته بكيفي ولكن اضطريت أني أنا أسامحه. كل إنسان عنده مفر هيك بيهرب لإله لما يكون متضايق. إذا أنت امرأة تعرضتي للخيانة ومضطرة أنك تسامحي، حاولي أنك تبحثي عن هذا المكان اللي بيبسطك، وهذا المكان مش بالضرورة أنه يكون مكان فعلي موجود على الأرض أو مكان ملموس ومحسوس، هو ممكن تكون هواية، ممكن يكون شغف معين. لازم تفرغي طاقتك السلبية بمكان. يعني منشوف قدي في سيدات مثلا بعد عمر معين هي فجأة تصبح رسامة أو تصبح تتقن مثلا فن الطهي وبتاخده لمستوى آخر، غير أنه هي بس تطبخ مثلا بالبيت. لازم تلاقي هواية معينة. أنا ما عم بحكي طبعا المفروض بدون ما جوزك يخونك يكون عندك شغف وهواية، ولكن من الضرورة جدا جدا أنك تبحثي عن شيء بيعطيك سعادة. أنا معك، شيء بيعطيك سعادة. في ست بالعقبة هي داعية اسمها سعادة، تمام، وهي الداعية هي أيضا يعني هي مس الدين، كانت أوكي. بمرحلة من المراحل بالمدارس. هاي الست إجت على بيت الأجر وحكت قصة، طبعا هي مبشرة جدا وهي تؤمن بأن الدين ترغيب مش ترهيب. يعني أنا استمعت إلها بكل شغف وبكل حب وبكل طيب خاطر. فبتقول بأنه في مرة والي يعني حاكم نعم. بلد كان عنده حالة من الكآبة، هو لديه كل شيء ولكنه كئيب. ماشي كان فيها الحقول، فشاف بنت صغيرة عم بتنطنط زي الفراشة. قالها أنت مين؟ قالت له أنا فلانة بنت مين؟ بنت فلان، وهي بنت بسيطة جدا يعني بنت أحد الفلاحين. قالها أنت مبسوطة؟ قالت له أنا في قمة سعادتي. قالت له أنت مبسوط؟ قالها لا. قالت له ليش؟ صفن قالك بدي أصير أناقش بنت صغيرة. قالها بتعرفي شو؟ أنا عطشان، جيبي لي إشي أشربه. والله راحت هالبنت عندهم رمان بالحديقة الصغيرة تبعتهم، عصرت له رمانة وأعطته إياها شربها. قالها أوف شو هالرمان الزاكي. قالها طيب أنا لسه عطشان جيبي لي كمان كاسة. قالت له أوكي. فراحت بينه وبين حاله عم بيقول أنا حاكم ووالي هذه المدينة، كيف هدول عندهم هذا الرمان وأنا ما عندي إياه؟ رجعت بعد فترة جابت له كمان رمان شربها. قالها لا هاي مش نفس طعم الكاسة الأولى. قالت له مع أنها نفس الرمانة. قالها طب شو الفرق؟ قالت له النية اختلفت. النية هي أساس كل شيء في هذا الوجود. صح. في ناس بيحاسبوا أنفسهم على النية. إذا أنت بيصير عندك نية بخيانة شخص اتركه. فهمت عليك. احنا لا نحاسب على النوايا، الفعل الحقيقي يصير. لا نحاسب على النوايا، احنا بنحاسب على افعال حقيقيه. ولكن انت بينك وبين حالك هاي نصيحه، اذا عندك نيه انك بدك تخون شخص او انت خلص بدك تطلع من هذه العلاقه بطريقه غير شرعيه، افترق انت وهو افضل لك. يا ريت نقدر ناخذ كل الاتصالات ونقرا كل التعليقات، ولكن هلا رح ناخذ اخر اتصال تعليقا على الموضوع ضمن هاي الفتره. مين معنا؟ هلو. هلو، مرحبا. مرحبتين يا هلا، كيفك؟ تمام يا غدير، شو أخبارك؟ الحمد لله. أنا صراحة بتفائل لما أصبح في نادية وفي رحاق. حبيبتي أنت يا غدير، شكرا، دائما منورات ما صلى عنكم. الله يخليك يا غدورة.
شو غدير سمعتي موضوع حلقتنا؟ صراحة موضوع الحلقة صراحة أنا كتير حلو طبعا، ولو أنا مثلا زوجي هيك عمل فيها يعني ممكن ما أحكي معه فترة، ولها إذا هو طلب مثلا إن أسامحه ممكن أفكر شوي بما أنه بيناتنا أولاد. بما أنه بيناتكم أولاد، طب وحتى لو انت شعرتي انه لم يكن في اي تقصير من طرفك، مبين عليك من صوتك امرأة هيك فرحة ومش نكدة، وحتى لما عم تحكي على الخيانة عم تحكي بابتسامة لانه ما جربتها لانه ما جربتها، بس بتحسي عن جد انه اذا صارت ممكن انه بس انك تزعلي وبعدين ممكن تسامحيه؟ ممكن يعني ممكن، لأن انا صراحة يعني جوزي عينك كنت عينك عاد بكون يحكي مع اي وحدة قدام عيني، يعني قدام عينك بحكي مع الستات وانتي وضعك طبيعي. عادي جدا عنده عادي. ما بيخوفوا ليش؟ اللي زي الست اللي بتحكي كتير يعني مش تحكي مع زي كيف قلنا بالاول الست اللي مثلا بتعلي صوتها وبتزعل وبتعصب وكذا، هاي ما تخافي منها. فانا بحس كمان الرجال اللي قدامك بحكي مع الستات ما عنده اشي مخبى، ما تخافي منه، خافي من الساكت برضه بهاي الحالات. والله يا غدير في بعض الستات بيعتمدوا اسلوب الريفرس سايكولوجي مع زواجهم، يعني بتكون هي وياه بمكان عام بتصير تقول له شفت فلانه ما احلاها قبل ما يشوفها عشان ما تحلى بعينه. تقدري تعملي هيك إشي انتي؟ لا لا مش لهالدرجة. لا يا غدير مالنا غدير، انت شكلك حلوة قمر لانه ثقتك بنفسك يا حبيبتي واثقة من نفسها صح؟ مش سائلة. لا لا مش سائلة، وبعدين مبين انه جوزك بحبك كتير، فانت عم تحكي بس كأنه الموضوع ما رح يصير معاكي بعيد الشر يعني. ان شاء الله ما بيصير. الله يخلي لك يا غدير، ان شاء الله ما بيصير صراحة، انا ما مش اي شيء. خليكي فرحة وما بتطلع على حدا تاني، وديري بالك على طيرك بل ما يلفي على غيرك. احنا اصلا هدي نفوس احنا والله، ولا قصدنا شيء ولا شيء. اهلا يا غدورة، شكرا لاتصالك، اهلا وسهلا فيكي. صح 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 ص